حصل في مجموعه جت حوالي 200 شباب والناس اللي هنا طبعا ضربوا ولفوك ولعبوا الكويت 10 من المحلات دي دخلوا عليهم والله العظيم هي جت الضباط كانت واقفه هنا جري وراها الضباط جاي ايه يجري المجتمع جري وراها هم مش موجود انا كان الوقت ديت هم مهم هنا ضربوا الضابط هنا هم مش اصلا هو بيجري الكفه اللي يعرف واحد يبلغ عن الضباط وشد الاجزاء وضرب واحد بامر الله خاف يضرب عشان ما عندوش امر بضرب النار فطبعا هم عملوا عملتهم وجيب حركة عيال مش لو ما رجالة كانوا وقفوا لكن مش رجالة دي عيال تعال وزن يعمل العمل ده كلهم مرعبين ومن مين اللي يعمل حاجة من المنطقة يعمل فيها يعني يعمل حاجة